المواقف المشرفة والتي ترفع رؤوسنا بين الأمم، فنحن شعب واحد في نهاية المطاف، هذا دائما يسعدنا أيما إسعاد. وكان رأيي وما زال أن الغالبية العظمى من الشعب المغربي ليست مع التطبيع، وأن حتى البعض عندما يبرر ذلك بأنه يأتي خوفا من العصابات اللي في الجزائر، وأنا أعرف أن هذا قد أثر في الأحداث، لكن غالبية الشعب المغربي يرفض التطبيع تحت أي مبرر. رفعتم رؤوسنا أيتها الحرائر والأحرار، وكان الشعب المغربي قد خرج عن بكرة أبيه. حي الله أحرار المغرب أينما كانوا. وهذه كانت مظاهرة في بنغلاديش دعما لغزة. وهذه كانت مظاهرة في سويسرا في جنيف.